بعد أن وصلت لأكثر من 500 مليون أوقية اختتام حملة التبرعات الوطنية لدعم المرابطون. من الواجب إطلاق عملية تسجيل الحجاج على عموم التراب الوطني. للحد من الكوارث المحتملة افتتاح ورشة تكوينية في كيفا حول التغيرات المناخية. راح ضحيتها العشرات ميليشيا الحوثي ترتكب مجزرة جديدة بحق عائلات يمنية. بعد مفاوضات شاقة زين الدين زيدان يعود لتدريب ريال مدريد. منها تخفيف التوتر والاكتئاب، دراسة جديدة تكشف العديد من الفوائد للسفر.